السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل تسجيلات الأنفلوز من الحنجرة، تسجيل ال 12، تكملة ال سابيوريشن اوف سبيسز ريليتد تو ذا فاركس، اللي هي تعتبر تبع الانفلاماتوري ديزيزز، تبع الاوروفارينجال ديزيزز، تبع الفاركس. زي ما احنا عارفين الفاركس قسمناه الى نيزوفارينجال ديزيزز واوروفارينجال ديزيزز وهايبوفارينجال ديزيزز. الاوروفارينجال ديزيزز انفلاماتوري تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك زي ما احنا متعودين، وكونجنيتال زي ما قلنا ملهاش لازمه. اهم حاجه في الانفلاماتوري واهم حاجه في الانفلاماتوري هي التونسيلايتس، فابتدينا بيها. وبعدين قلنا الانفلاميشن العاديه، وقلنا شويه السراتيف ديزيز وبلاد ديزيزز بتاثر على الفاركس. وبعدين دخلنا على الاكستنشن اوف سابيوريشن من الفاركس للسبيسز اللي حوالين الفاركس او السبيسز ريليتد للفاركس. تمام. وقلنا اول واحد اللي هو ايه البيريتونسيلر ابسس، اللي هو السبيس اللي بين التونسيل كبسول وبين السوبيريور كونستريكتور ماسل، وقلنا سابوريشن فيه اسمه كوينزي، وشرحنا الكوينزي. الوقت هنكمل، هنخش على البارافارينجيال ابسس. وقلنا ان البارافارينجيال سبيس هو عباره عن، ببساطه كده باختصار، هو السبيس اللي بيفصل بين المصل اوف ماستيكيشن، مصل اوف ماستيكيشن المضغ، ومصل اوف ديجلوتيشن البلع. وزي ما احنا عارفين ما فيش حد صعب انه يمضغ ويبلع في وقت واحد، فالمضغ في حركه والبلع في حركه، فلازم أن يكون في بلين يزايد بينهم، وهو ده البارافارينجال سبيس. وقلنا ان هو بيتقسم الى بري ستايلود كومبارتمنت اللي قدام الستايلود بروسيس، والريترو ستايلود كومبارتمنت. البري ستايلود كومبارتمنت هو الاهم بالنسبه لنا كبارافارينجال ابسس. تمام. وهو بينتهي عند الليفل اوف ذا هايويد بون، ماشي. بس ممكن يحصل اكستنشن مع الكاروتيد شيز مع الريترو ستايلود كومبارتمنت، ويخش لنا فين؟ يخش في الايه، في ينزل تحت للميدياستاين. فيبقى البارافارينجال ابسس هي انفكشن سابوريشن في الباص في السبيس ده، يبقى هي سابوريشن في البارافارينجال سبيس اللي احنا ايه لسه جايبين سيرته من شويه. ايه اللي بيعمل السابوريشن ده؟ هل هو نتيجه اكستنشن مثلا من كونزي؟ اشهر سبب كونزي في الحته الصفراء دي، احنا قلنا اسمها كونزي، اكستنشن من كونزي. ممكن اكستنشن من ريتروفارينجيال سبيس، ممكن اكستنشن من فوق خالص. في عندنا حاجه اسمها سكالبيز، احنا عارفين البارافارينجيال سبيس ده بين الماسل اوف ديجلوتيشن وماسل اوف ماستيكيشن. ماسل اوف ديجلوتيشن اللي هي كونستريكتور ماسل ماسكه فوق لحد السكالبيز، ماسكه فوق لحد السكالبيز، يبقى البارافارينجيال سبيس ده ممتد فوق للسكالبيز. فين بالظبط؟ في عند منطقه البيتراس ايبكس، بترس ايبكس بتاعت التمبرال بون. فاكرين تمبرال بون؟ تمبرال بون قمه التمبرال بون بترس ايبكس تحت الفورامن لاسرم. فورامن لاسرم مفرغه، فوق منها الكاروتيد بيخش الكافيرنا ساينس، بس هي من تحت الكاروتيد ما بيخشش من هنا. فتحت الفورامن لاسرم تحت المنطقه دي، تمام، فيها الايه البترس ايبكس، وراها بقى فيها البترس ايبكس. لو حصل بتروسايتس ممكن البتروسايتس تنزل تحتيها للبارافارينجال سبيس، بس عايز تكون بتروسايتس هي عنيفه، عايزه شويه بتروسايتس عنيفه. تمام. وممكن تيجي من تحت، تيجي من تحت البارافرنجال سبيس، في وصله بينه وبين السب مانديبولار سبيس من خلال حاجه اسمها ستايلو مانديبولار تانل، ماشي. البارافرنجال سبيس احنا قلنا بينتهي عند الهايويد، تحت ينزل تحت 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 لحد الهايويد، له تكمله قدام، تكمله قدام للسب مانديبولار سبيس قدام، يعني ينزل تحت المانديبول، وبعد ما ينزل تحت المانديبول يخش قدام على السب مانديبولار سبيس. ففي وصله بين البارافرنجال سبيس والسب مانديبولار سبيس، الوصله دي تمام بتبقى من خلالها ممكن الانفكشن تتنقل من البارافارينجال سبيس للسب مانديبولار والعكس. السب مانديبولار ابسس ممكن تاثر على البارافارينجال سبيس. وسب مانديبولار ابسس مينلي مينلي ده بتاع ايه؟ بتاع اسنان. انما البيريتونسيلر سبيس والبارافارينجال سبيس والريتروفارينجال سبيس، الثلاثه سبيس دول، دول بتوع انف واذن وحنجره، دول بتوع، ده بتاع تونسلايتس وده بتاع ادينويد ببساطه كده، ده تونسل وده ادينويد، ده لوز وده لحميه، الاثنين بيفتحوا في البارافارينجال. في سبيس تاني اسمه سب مانديبولار، ده بتاع اسنان بتاع دنتال انفكشن، برضه بيودي على البارافارينجال. وكان البارافارينجال ده ملتقى كل السبيسز، وهو اخطر ابسس في الكابسسات اللي احنا نقولها دي كلها، يعني اخطر من السب مانديبولار، اخطر من البيرتونسيلر، اخطر من الريتروفارينشال، ماشي. طب هل ممكن برايمري الانفكشن تبتدي بالبارافارينجيال سبيس وتعمل بارافارينجيال ابسس؟ قال لك ممكن. ازاي؟ عن طريق لو في فورم بودي
دخل وخرم الكونستريكتور ماسل وقعد في البارافرنجال سبيس، ممكن يعمل لك ايه؟ يعمل لك بارافرنجال ابس فروم بودي، يخش يخرم التونسلز ويخرم الكونستريكتور ويكمل سكته ويقعد في البارافرنجال سبيس ويستقر في البارافرنجال سبيس. ممكن في الحالة دي يعمل لك حاجة اسمها ايه؟ بارافرنجال ابسس، تمام. وممكن برضو لو في سيرفايكال لينف ادينوباسيت، بس دي رير قوي. احنا قلنا ان الكاروتيد شيز ده الاوتر وول بتاع الكاروتيد شيز، لو تفتكروا قلنا المره اللي فاتت الاوتر وول بتاع الكاروتيد شيز ده، الكاروتيد شيز ده يعتبر حاجه اسمها الريترو ستايلويد، الجزء الخلفي من الستايلويد من البارافرنجال سبيس. البارافرنجال سبيس بتقسم الى بري ستايلويد وريترو ستايلويد. الريترو ستايلويد هي الكاروتيد شيز. الطبقه الاولانيه من الكاروتيد شيز دي فيها الليمفاتيك فيسلز، الليمفاتيك فيسلز دي اسمها ابر ديب ولور ديب سيرفايكال ليمف نود. لو واحده من الليمف نود دي حصل لها اللارجمنت والسنتر بتاعها حصل له نكروزس وتحولت الى بس ماشي، بس عاوز انفكشن عنيف قوي، هتعمل بره فارنجال ابس. فممكن تكون برايمري من الليمف نود موجوده في المنطقه دي حصل لها سبيوريشن، اما تيجي تفول من بودي رشق ودخل الانفكشن مباشره على البره فارنجال سبيس. دي الاحتمالات اللي ممكن تدخل لنا البره فارنجال ابس. اشهرها ايه؟ طبعا اشهرها تقريبا على فكره الدنتال انفكشن اكستنشن مسبب الدبلار، لان الكوينزي ما بقاش كومن قوي زي زمان، ويليها الفورم بودي، ممكن الفورم بودي ماشي تمام. فدلوقتي اشهرها يعتبر الدنتال انفكشن، الحالات اللي احنا شفناها كلها كانت بدايتها دنتال انفكشن تمام. كلينيكال بيكتشر بتاعت البارافارينجال ابسس يعني كالعاده زي ما احنا متعودين، سيمتومز وساين وسيمتومز جنرال ولوكال تمام. الجنرال سيمتومز ماشي هتبقى زي الكوينزي، والساينز طبعا هنركز على الايه؟ على اللوكال ساينز بتاعتنا تمام، هتبقى ايه؟ حاجه مخصوص ماشي. فالسيمتومز ببساطه السيمتومز هتبقى زي الكوينزي، يعني زي الكوينزي جنرال ولوكال. جنرال فيفر ونيوكسيوريك وماريز، والفيفر هتبقى هنا ايه؟ هيكتك صح؟ ولوكال العيان بيشتكي من سور ثروت والاسفيجيا وكلام من ده، بس البين از ثروبنج، نفس الكلام اللي احنا قلناه، ومع تريسماس ومش قادر يبلع والاسفيجيا وممكن تورتيكوليس وممكن كل الكلام اللي قلناه في الكونزي اعيده هنا زي ما هو، بس يعني ما تركزليش قوي في حته تورتيكوليس والكلام ده، لان في ايه عوامل اخرى يعني، خد بالك هو يعني دي السن المستورد مصر صعب انها تعمل كونتراكشن فوق كيس بس كده، في الاول تعمل كونتراكشن لكن لما الابس تيجي تحتها على طول ما بتعملش كونتراكشن جامد. فما تقولش غير التريسماس والثروبنج فين ماشي، والحاجات اللي احنا متعودين عليها. يبقى السيمتومز تقريبا هي الكوينزي، عايز اقول نفس السيمتومز بتاعت الكوينزي كامله زي ما هي الجنرال ولوكال، ما عنديش مانع. الساينز ما تقعدش تلف وتدور كتير، هم احنا قلنا كل السابوريشن الخمسه سابوريشن اللي عندك في الشابتر ده، هم خمسه مش اربعه، خمسه كلهم. لما تيجي تتكلم على ساينز افتكر القاعده اللي انا قايلها لك، اتكلم عنها ك بره، بره البق في ايه، جوه البق في ايه، زائد حته خاصه بالايه، بالنيرف اريتيشن او بالاكستنشن. هنا بره في ابسس محسوس تحت المندبل، جوه في حاجات هنشوفها تشبه الكوينزي، في نيرف اريتيشن، في تريسمس سليم شويه، في تريسمس تمام. حط الثلاثه دول مع بعض هيسموهم بيكس تراياد، يبقى بيكس تراياد بي بتاعت البارافارينجال ابسس بي ماشي، بيكس تريات بتاعت البارافنجال ابسس عباره عن اكسترنال سويلنج انترنال سويلنج ومعاهم تريسمس، وهو ده اسلوبنا في كل الخمسه سوبريشن، بره اكسترنال سويلنج، جوه في ايه؟ حته كده خاصه بالنيرف اريتيشن او بالاكستنشن، بره في سويلنج محسوس على انه ابسس، يبقى في فلاكتوانت سويلنج محسوس فين؟ فلاكتوانت يعني ايه؟ تحط ده كده تلاقيه فلاكتوانت محسوس فين؟ محسوس في الرقبه، فين في الرقبه؟ فوق الهايويد، حط ايدك كده الهايويد اهي فوق الليفل بتاع الهايويد، ورق هي ديب للماسل اوف ماسكيشن، ماسل اوف ماسكيشن هي متوصله بالمندبل، يبقى هل هقدر احسها احط ايدي على المندبل احسها ميديا للمندبل؟ لا، بس اول ما تحط ايدك تحت المندبل هتحس اللور بوردر بتاع الابسس، فيا دوبك تحسها جاست بيلو ذا انجل اوف ذا مندبل، جاست بيلو اند بيهايند ذا انجل اوف ذا مندبل، قدام الانتيريور بوردر بتاع الاسترنوماستويد ماسل اهي، الاسترنوماستويد ماسل تمام عند الانتيريور بوردر بتاعها، ودي ليها هتحس بالبارافارينجال سبيس جاست بيلو اند بيهايند
ذا انجل اوف ذا ماندبل هتحس بالفلاكتوانت سويلنج. اكتب هنا معلش فلاكتوانت سويلنج مش ليمف نود، مش ليمف نود. لو ليمف نود ما كنتش هقول عليها بارافارنجيال ابسس، فمهم قوي في احساس الفلاكتوانت سويلنج اللي هنا. انا لو بصيت على الواد ده من بره كده اهو عنده سويلنج هنا، طب هل ده بارافارنجيال ابسس؟ حسه، حسيته فلاكتوانت سويلنج يبقى ده بارافارنجيال ابسس، حسيته ليمف نود يبقى ده حاجه جوه. بقى بص جوه فيه كوينزي، فيه ما نعرفش ماشي. في البالبيشن مهم ماشي، وكونفيرميشن زي ما نقول ماشي بالسونار، فلازم تحس هل هو ده ليمف نود ولا فلاكتوانت سويلنج. فلو قلنا ان الواد ده فلاكتوانت سويلنج، طب بص جوه شوف فيه ايه. بصيت جوه لقيت منظر يشبه الكوينزي اهو، اديما في البلد وبوش دي اوفيلا وبوش دي تونسل. طب ما دي كوينزي ماشي، بس انت لو ركزت هتلاقي التونسلز از بوش دي ميديال نود داون وورد ماشي، وحته بيتنج اديما واضحه في السوفت بلات مش واضحه قوي في المنظر. بيتنج اديما مش واضحه، انت كأن اللاترال وول كله بوشد وزاوت بيتنج اديما، اللاترال وول كله على بعضه بوشد، التونسل والايه والبلات واليوفيلا كله بوشد ميديان، مفيش بيتنج اديما واضحه، في كونجيشن وسويلنج لكن مفيش منظر البوتنج بيتنج اديما بتاعت الكونسل. بس بما ان البيتنج اديما دي كلينيكال سينس بالذات جوه هنا، ف الفيصل بينهم فعلا اكسترنال سويل. التريسماس موجود في الاثنين، حط التريسماس. واحنا قلنا التريسماس سببه ايه؟ الريتيشن للعضلات اللي هنا دي، اللي هي ايه؟ العضلات بتاعت الميديال تريجويد. الاسترنوماستويد ماسل كانت عامله اريتيشن مع الكوينزي، شوف لما كانت الانفكشن بعيد عن الاسترنوماستويد ماسل عامله اريتيشن، لما الانفكشن راحت البارافرنجال سبيس ما عملتش روتيشن للسترنوماستويد ماسل. ليه؟ لان الكونتراكشن اوف السترنوماستويد ماسل في اليمه دي هيبقى فيري بينفول، لان تحت منه فلاكتوانت سويلنج، فمش هيعرف يعمل كونتراكت، مش هيعرف يعمل تورتيكولس، وكان الود ود يعمل تورتيكولس بس مش قادر. شايفين كيس الصديد ده؟ السترنوماستويد ماسل هتعمل ايه؟ مش هتقدر، هتفعصه مش هتقدر، فمفيش تورتيكولس، في تريسماس ماشي تمام. فيبقى اكسترنال سويلنج فلاكتوانت سويلنج في النك، انترنال سويلنج ما هواش محسوس جوه بس بوشنج كل الميديال استراك، كل كل اللاترال فرنجر رول بوش ديز ميديالي، والتريسماس الثلاثه دول مع بعض اسمهم بيكس تريات. ايه الفحوصات اللي هتعملها علشان تتاكد ان ده بارا فرنجل ابسس؟ احنا قلنا الخمسه سبيريشن اللي هنا حظنا حلو، كلهم ماشيين بنفس النغمه اللي احنا متعودين عليها. الانفستيجيشن يعني اشعه ومعمل، لاب وايمجنج. اللاب هاخد عينه من بره، عينه من الصديد وعينه من الدم. هتيجي تاخد عينة من الدم ماشي، اعمل سي بي سي وعيش حياتك. تيجي تاخد عينة من الصديد، هتاخدها من الرقبة ولا من البوق؟ يعني انت راجل الواد ده عاوز تاخد عينة الصديد، هتخش بالإبرة بتاعتك هنا ولا هتخش بالإبرة بتاعتك هنا؟ طب استأذنك هأجل السؤال ده لحد ما اخش على الايه، على حتة من الامجن كده اسمها الامجن، اصوره الاول، اصوره بالسونار او بالسي تي، والسي تي ادق. بص منظرها بالسي تي واللي قوي التخيل هيقدر يفهمني، ده منظر البارافارينجيال ابسس بالسي تي بالاشعه المقطعيه تمام. ده منظر البارافارينجيال ابسس بالاشعه المقطعيه تمام. ايه الملحوظ هنا في المنظر ده؟ منظر البارافارينجيال ابسس بالاشعه المقطعيه، ايه اللي انت شايفه هنا؟ انا شايف هنا حته ابسس لونه رصاصي، وحواليه دايرة واخدة صبغة لونها أبيض، لأن ده أشعة بالصبغة. الفيسلز بتبان أبيض، والحاجات اللي واخدة هايبر فاسكولار بتبان لونها بيض شوية. الحتة دي فيها أكتيف انفلاميشن فلونها مبيض شوية، وفي هنا شوية فيسلز. المدور اللي هنا ده كاروتيد، المدور المطول ده انترنال جاجولار فين، الفيسلز اللي هنا دي ده اكسترنال كاروتيد، وده غالبا اللي هو الايه الفينز بتاعت الايه الريترو مانديبولار فين اللي موجود في ادي الباروتيد اهي، وادي الريترو مانديبولار فين، وادي انترنال جاجولار فين، وادي الايه الانترنال كاروتيد، وده الاكسترنال كاروتيد تمام ماشي في الغالب ماشي. طيب سيادتك الابسس اهو ماشي تمام، وادي اللي ادي اللي شايفين هنا، هنا نورمال، هنا شايفين اللاترال وول بوش دي ميديال ازاي، كل اللاترال وول بوش دي ميديال. انا دلوقتي بين نارين، انا عايز اخد عينه منه، اخش من البق ولا اخش من الرقبه؟ لو دخلت من البق هيبقى صعب قوي، صعب ولازم تخش بعمق جامد قوي، وفي خطوره انك تعور نيرفات مهمه جدا. خلاص اخش من الرقبه، لو دخلت من الرقبه برضه نفس الكلام، ما تخش هتخبط في الكاروتيد او في الانترنال جاجولار فين، طب اخش منين؟ فعشان كده قال لك لو انت عاوز تاخد عينه، لو انت عاوز يعني، لو انت عاوز تمام لازم تاخد عينه بالابره سونار جايدد او سي تي جايدد، ما ينفعش تاخد عينه كده او ما تاخدش عينه،
اوبن اند سي، او يعني عالج بالكده خلاص، هو بعرف بس خلاص انا اعمل بيها ايه؟ ما انا كده كده هدي 3 انواع انتي بايوتيك ماشي، يعني انا كده خلاص شخصته بره فرنج الابس، هاخد عينه اعمل بيها ايه يعني؟ تمام، ما انا كده كده هدي 3 انتي بايوتيك، فنسين سوفوتاكس فلاجيل احنا متعودين عليه، خلي العينه تفرق. هو طبعا المفروض العينه تفرق، بس لو هي العينه صعبه خلاص وخش على المانجمنت على طول ماشي. تمام، الكومبليكيشن بتاعت البارافرنجال ابسس هي الاكستنشن كالعاده. الاكستنشن بارافرنجال ابسس ده هي اكستنشن ازاي؟ لسه قايلين من شويه اكستنشن فوق للسكال بيز، مش هي ممكن تيجي مفهوم من البتروسايتس بس دي مش مهم. اكستنشن مش احنا قلنا هي بتاخد من سب مانديبولار وبتودي على سب مانديبولار، برضه دي مش مهم. يعني سب مانديبولار ابسس قدامها، علاقه السب مانديبولار ابسس بالبارافرنجال سبيس، السب مانديبولار قدام البارافرنجال سبيس، قدام البريستايلود كومبارتمنت اوف ذا بارافرنجال سبيس، بينهم حاجه اسمها ستايلو مانديبولار ليجامنت ماشي. تمام، طيب البارافرنجال سبيس علشان يوصل لل مش الستايلو هيويد، الستايلو هيويد بيفصل الريتروسايلود من الايه، من البريستايلود، لكن الستايلو مانديبولار بيفصل البارافرنجال من السب مانديبولار ماشي. نرجع لكلامنا دلوقتي، انت بتقول لي ان احنا عاوزين نقول الكومبليكيشن، فالبارافرنجال ابسس دي لو طلعت لقدام من ورا الستايلو مانديبولار ليجمنت ممكن تخش على الايه، سب مانديبولار سبيس، ولو دخلت وممكن تخش تنتشر ميديالي تخش الايه، ريترو فارنجال سبيس، لكن الاهم بقى تنتشر تحت، تنتشر تحت مع الكاروتو تشيس وتوصل للميدياستاينم وتعمل سوبيريور ميدياستاينايتس، وكمان هي في مكانها هنا ممكن، وهي في مكانها هنا مش احنا قلنا في بريستايلود وفي ريتروستايلود، وهي في الريتروستايلود كومبارتمنت ممكن تبوظ الانترنال جاجولار فين. الاديمه اللي في المنطقه دي ممكن تعمل اكستنشن لللاركس وتعمل لنا لارنجيال اديمه والعيان يخش في سترايدور وريسبيراتوري ديستربنس. نعالج العيان ده ازاي؟ ميديكال اند سيرجيكال. ميديكال تريتمنت، العيان لازم ياخد ادويه كويسه لمده 24 ساعة بس لو الابس صغير زي ده. لو الابس زي ده صغير، على فكرة يعتبر صغير، ممكن تديله محاولة ميديكال تريتمنت 24 ساعة ماشي. لو كبير شوية ما ينفعش تديله محاولة ماشي، لأن الدرينج بتاعه صعب، لما يكون صغير الدرينج بتاعه صعب ماشي، والدرينج بتاعه مش نهاية المطاف يعني، من خبرتنا يعني بعرف ان الابس دول الدرينج بتاعه مش الموضوع انتهى على كده، فلازم تدي ميديكال تريتمنت منها يعني، اصبر وشوف كده لحد ما على الاقل تقيس حجم الابسس وتفولو اب بالحجم، الابسس بيكبر ولا بيصغر. تمام، فميديكال تريتمنت هنا الى حد ما مسموح بس وزن بريكوشن، وزن بريكوشن اللي هو فيري سمول ابسس، لو ولازم فولو اب شوف بيكبر ولا لا. وطبعا بندي الثلاثه انتيبيوتيك بتوعنا، وبتدي بقى هو لو هو دايما دايما بيجي في الناس اللي مناعتها ضعيفه، لو دايبيتس صبت الدايبيتس دي والسوائل انترافينس فلويد وكده، الابسس كبير وحجمه اكبر من كده بكتير. تمام، مفيش حل غير سيرش، لازم تعمل له درينج ماشي. تمام، فاعمل له درينج ازاي؟ اندر طبعا اناسيزيا عشان توصل لابسس بالعمق ده، مش مجرد هتدب مشرط فيه زي الكونزي، واخد بالك انت هتدب مشرط كده اهو، هيرخبط لك لا في الجاجولار فين لا في الكاروتيد، وعليه ما ينفعش يتفتح من جوه، جوه انت هتخرم ايه، هتخرم الكونستريكتور ماسل كلها، خرمة الكونستركتور ماسل من جوه خطر، خطر، ما نفضلش ان احنا نخرم الكونستركتور ماسل. الكونستركتور ماسل دي عضلات مهمة على فكرة، وبنخاف من حاجات كتير قوي، فيستلا بقى وكلام من ده ماشي. تمام، فالكونستركتور ماسل ممنوع انك تلعب فيها، فبالتالي مع ان الجدار اللي هنا يقعد يقول لك ده حتة كونستركتور ماسل، لا ما تلعبش فيها، ده بالذات لاترال، احنا هنقول كمان شايف ريترو فارنجال وزن بريكوشن معين، فيكون السلكتور ماسل هنا لا ما ينفعش من جوه، يبقى ما فيش غير اكسترنال درينج. فادخل عينه بهدوء كده وبرواقه ماشي، تبقى عمليه صعبه، بعمل انسيجن عادي على الانتيرير بوردر بتاع السينوماستويد ماسل، وابعد السكين واخش على الدي على اللير اللي بعدها، على الديب فاشيا وابعد الماسلز وابعد السينوماستويد اللي ورا وبتاع، لحد اما اخش على ايه، على البارافارينجال سبيس، بجيبه من اول قدام الكاروتيد شيز من فوق الهيويد، من هنا اهو ماشي، من فوق الهايويد بخش من قدام الكاروتيد، امشي مع الكاروتيد ايدنتفاي الكاروتيد شيس وامشي معاه لحد ما اوصل للهايويد، وانه عند الهايويد بلاقي الابسس كله طلع معايا، بس لازم انا امد صبعي بقى من هنا لحد ما اخش على سب مانديبولار سبيس واحس ان صبعي دخل فين، تحت اللسان كمان، يعني لازم انا اخش من الدخله دي على حد كان بيطلع صبعي من ايه، من لسانه كمان،
خاصة ان معظم في اتجاه سامن دبر سبيس، وسامن دبر سبيس جزئين، الجزء الثاني ساب لينجوال، يعني كان بتبقى التوجه ناحية لسانه، كان بيطلع لسانه. والدرينج بتاعه مش سهل قوي، ها، وخطر شوية، تمام، بس احنا بنعمله لما يكون حالة ايه ملهاش حل، ودايما بيحصل بارافرنجال الابسس، بيبقى دايما له علاقة بالدنتال انفكشن. الريترو فارنجال ابسس اللي يهمنا فيه الريترو فارنجال سبيس اند سابيوريشن. الريترو فارنجال سبيس باي نيم ات از هو اللي هو الاكيوت ريترو فارنجال ابسس. يبقى اكيوت ريترو فارنجال ابسس هي سابيوريشن اوف ذا ريترو فارنجال سبيس، اللي هو ده، اللي هو لو تراجع معايا اللي هو بين البري فيرتبرال فاشيا اللي بتحوط الفيرتبرا وفيرتبرال ماسل، وبين الفارنجال فاشيا. يعني بمعنى صح، البري فيرتبرال سبيس، بري فيرتبرال سبيس هو السبيس اللي بيزيت وبيفصل بين مجموعتين من العضلات كالعاده. ايه هما المجموعتين دول؟ عضلات البلع الديجليوتيشن اللي هي كونستريكتور ماسل، وعضلات الرقبه، ماشي، اللي هي ماسكه الرقبه نفسها، اللي بتحرك الرقبه يمين وشمال، اللي هما البري فيرتبرال ماسل، ماشي. بينهما في اكيد سبيس بتزيد، اي تو جروب اوف ماسل بينهم سبيس زيت للحركه، تزيد ملي، ماشي، تمام، عشان ما يبقاش في حكه بينهم، ماشي. فالسبيس ده هو الريترو فارنجال سبيس. لكن في سبيس تاني اسمه دينجر سبيس ما بين الطبقه التانيه، ما هو البري فيرتبرال فاشل دي على فكره طلعت طبقتين، ماشي، في طبقه تانيه بين الطبقتين دول في سبيس اسمه دينجر سبيس. لو حصل انفكشن فيه، اللي هو ممكن نقول ببساطه انها ما بين البري فيرتبرال فاشيا وبين الماسل نفسها، بين البري فيرتبرال ماسل، لو حصل انفكشن فيه، هي اسمها هي 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 هتتحط تبع نفس البري فيرتبرال ابسس، لانه ابسس قدام الفرتبرا، تمام، او اسف، هتبقى اسمها سوري ريترو فارنجيال ابسس، لانه ابسس ورا الفاركس. لكن هو الصراحه مش في الريترو فارنجيال سبيس، مش في الريترو فارنجيال سبيس اللي احنا متعودين عليه، تمام. ده موجود في السبيس اللي ما بين البري فيرتبرال فاشيا وبين المصل، في سبيس تاني خالص، ماشي. هو السبيس ده ورا الفاركس، بس ما هوش بيور الريترو فارنجيال سبيس اللي متعودين عليه. فعشان كده زمان كانت تسميته اسمها كرونيك ريترو فارنجيال ابسس نتيجه انفكشن في الريترو فارنجيال سبيس. رجع قالوا لا، ده ما اسموش ريترو فارنجيال سبيس يا جماعه، ده سبيس تاني مختلف خالص، فهو ما اعتبرش في الريترو فارنجيال سبيس، ماشي، تمام. وهو اصلا المرض بتاعه مش جاي من الفاركس، ده جاي من الفرتبرا، جاي من العضله، جاي من التي بي، من السول. واحد عنده سول، والسول ده عمل مشاكل في الفرتبرا، عمل تي بي اوستيومايلايتس في قلب السيرفايكال فرتبرا، التي بي طلع من الفرتبرا البودي، عمل ابسس في المصل، خرم المصل ودخل على البري فيرتبرا الفاشيه، فاول خد اول طبقه، وجي عند الطبقه الثانيه وقف، فعمل شويه كوليكشن اوف باس ورا البري فيرتبرا الفاشيه. ايه علاقه ده بقى بينا احنا كاي ان تي، ماشي. فعشان كده كورونيك ريترو فارنجيال ابسس ده مش تبعنا، كورونيك ريترو فارنجيال ابسس ده مش في الريترو فارنجيال سبيس، لا، ده ما بين البري فيرتبرال فاشيا وبين الفيرتبرال بودي، يعني حاجه اسمها بري فيرتبرال سبيس. البري فيرتبرال سبيس ده اللي هو هو كان زمان بيتحط تبع الريترو فارنجيال سبيس تحت اسم دينجر سبيس، تمام، ماشي. فبتحكم بيحكوه تبع ان هو تبع الريترو فارنجيال سبيس عشان هو ورا الفاركس، تمام. انما الاكيوت ريترو فارنجيال ابسس هو اللي بتاعنا، هو ده بتاع الانفلوزن والحنجره، هو بقى الانفكشن في الريترو فارنجيال سبيس فعلا، او له اسم تاني لما ده سماه دينجر سبيس، ده سماه سبيس اوف جيلت، ماشي، تمام. الريترو فارنجيال سبيس بروبر اللي هو ما بين ايه بقى، بين البري فيرتبرال فاشيا وبين الايه كونستريكتور ماسل، يعني هو ده السبيس الحقيقي، هو ده الريترو فارنجيال سبيس اللي هو بيزيت ما بين العضلات بتاعه الفيرتبرا وبين عضلات البال. هذا السبيس مقسوم بالرافي اللي هو فيه رافيه كده اسمه، انت زي ما عارفين كونستريكتور ماسل من قدام، كل واحده ماسكه في حاجه، السوبيريور ماسكه في التيرجو مانديبولار ايه ليجامنت، صح، تيرجو مانديبولار ليجامنت اللي ماسكه فيه الباكسيناتور برضه، دي السوبيريور كونستريكتور، والميدل كونستريكتور ماسكه في اللور بوردر بتاع الستايلو هايويد ايه ليجامنت وحته من الهايويد، والانفيريور كونستريكتور ماسكه لي في الثايرويد كارتليج، صح، فاكرين كل واحده ماسكه لي في حته من ورا، بيعملوا زي المروحه وبينتجريت مع بعض وبيخشوا مع بعض وبيمسكوا في ميديان ريف من ورا في حته اتحاد العضلات دي كلها في النص، في ميديان ريف. الميديان ريف ده بيبقى ماسك في البري فيرتبرال فاشيه في النص، فمقسوم بالنص بشويه فيبرس تيشو، فدايما الشمال مفصول عن اليمين، فلما بيحصل سيبريشن دايما بيبقى يونيلاترال، اولويز يونيلاترال. هنا طبعا نوت يونيلاترال، تس ا ميد لاين سبيس، ماشي، ميد لاين، هو جاي من الفرتبرا، جاي من النص، جاي من التي بي. ده سببه
سابوريشن في الليمف نود اللي هنا اسمها ريترو فارنجيال ليمف نود، دي الدرينج بتاع الادينويد. فبيحصل نتيجة سابوريشن في الادينويد عمل اكيوت ريترو فارنجيال ابسس، بص ابسس في الادينويد، الابسس اتنقل من الادينويد راح للريترو فارنجيال سبيس، عمل ابسس فين؟ في الريترو فارنجيال سبيس. وبما ان الادينويد بيحصل لها اتروفي مع السن، فالليمف نود دي كمان بيحصل لها اتروفي مع السن، فلما الواحد يتم 5 سنين الليمف نود دي بتختفي. تمام، فالريترو فارنجيال الليمف نود دي بتختفي في الايه، في الكبار. ماشي، والليمف نود السورس اوف انفكشن بتاعها النيزوفاركس. هنا بقى الكورونيك ريترو فارنجيال ابسس قصه ثانيه خالص، ده التي بي ابسس، تي بي اوستيومايلايتس اللي هو بص ديزيز، خدته في الباثولوجي، الباص خرمت الفرتبرا وخرمت البري فرتبرا المصل، ودخلت الحاجه الوحيده اللي وقفتها البري فرتبرا الفاشيه، وقفت ورا البري فرتبرا الفاشيه، عمل الكورونيك ريترو فارنجيال ابسس في الميد لاين. يقال ان لما الريترو فارنجيال ابسس يخرم البري فرتبرا الفاشيه، ما اكيد بقى مش هيقف معاه كتير، ايوه يخش بقى في الريترو فارنجيال سبيس الحقيقي، هيخش في يمه واحده. بس سيبك انت بقى من التفاصيل والالعانه دي والقرف ده، عاوز تشطب عصبت بتاع الان دي في ده وارتاح لمالك يا ريت، انه مقرف. ماشي، مش ناقصه اي، هي المنظر ده احفظه، المنظر ده اكيوت ريترو فارنجيال ابسس، ده كرونيك ريترو فارنجيال ابسس. كرونيك ريترو فارنجيال ابسس ده مش بتاعنا، ده تي بي في السيرفايكال فيرتبرا، ماله ده ماله الانفلوزم حنجره ان شاء الله. ماشي، طيب الجنرال سيمبتومز العام بتاع ريترو فارنجيال ابسس بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من فيفر وهيدك ومريض وكلام من ده، والفيفر ازيكتك مش هنقعد نطول فيه. لكن الكرونيك ريترو فارنجيال ابسس ده عيان عنده سول، يعني بيجي له نايت فيفر، نايت سويتنج، وبيجي له لوس اوف ويت ولوس اوف ابيتايت، يعني بالليل بيسخن ويعرق وبالنهار مالوش نفس ياكل ووزنه بيقل. نايت فيفر، نايت سويتنج، لوس اوف ويت، لوس اوف ابيتايت. مع ان الجمله دي خاصه باي كرونيك انفكتد ديزيز، اي مرض في كرونيك انفكشن بيبقى السخونيه بس بالليل والعرق بالليل والصبحيه مالوش نفس ياكل، يعني كرونيك تونسلايتس نظريا كده، لو هو كرونيك تونسلايتس مقرفه هتبقى كده. التيفويد لو اطول مع العيان هيبقى كده، الامراض كتيره كده مش التي بي بس. تمام، ايه اللي انت بتشوفه في العيان؟ سيمتومز العيان كسيمتومز، العيان مش قادر يبلع. تمام، العيان سيمتومز هنا بتختلف عن هنا. هنا العيان اللي شايفين السبيس ده عامل ازاي، يعني مكان خطر، خطر ليه؟ لانه عنده قدره، بص لما تبص عليه كده اهو، عنده قدره انه يزق البوستيريو فارنجال وول، ويقعد يزق في البوستيريو فارنجال وول لحد اما ايه، يخلي النفس صعب، مش بس البلع، يا ريت البلع، انه كده يا عم ما بيبلعش. ماشي، لكن احنا خايفين على النفس، العيان مش قادر يتنفس. تمام، فالعيان هنا مش قادر يبلع ومش قادر يتنفس لما توصل. وبعدين خلي بالك، هو مش بس الابسس بيزق البوستيريو وول، ده كمان الول نفسه بيبقى محمر وديمتس، يعني كل الفاركس بيبقى قديمه وسك. فالعيان مش بس عنده ديسفيجيا، ده عنده مش بس عنده فارنجيال سيمتومز، ده عنده لارنجيال سيمتومز، عنده ريسبيراتوري اوبستراكشن، عنده سترايدر، مش قادر يتنفس. ماشي، والعيان عنده الاسترنوماستود ماسل بتعمل كونتراكشن على السيم سايد عشان تريح الابسس ده شويه، عشان لو هو عمل كده هو الابسس هيفرقع. ماشي، فعنده تورتيكولس، هناخد التورتيكولس دي بقى مع الساينز، هيبقى في سويلنج من بره وسويلنج من جوه. الساينز احنا قلنا ايه؟ سويلنج من بره وسويلنج من جوه. من بره في ليمف نود بس، مفيش ابسس محسوسه من بره، بره مش هتحس ابسس خالص. من جوه هتشوف منظر السويلنج اللي هو ميد لاين على يمه واحده، في اليونيلاترال على يمه واحده، في البوستيريو فارنجال وول اللي ورا التنج على طول، ورا التونسلز. ماشي، ورا التونسلز، ورا التنج على طول في الاورو فاركس، هتلاقي سويلنج واضح جدا وصريح. من بره مش هتلاقي غير الليمف نود، وعنده تريسماس وتورتوكولس، وعنده كل حاجه، عنده الاثنين، تورتوكولس اكتر من تريسماس. تخش بقى العيان ده، العيان ده ايه بقى حكايته؟ العيان ده عنده سويلنج من جوه اهو في الميد لاين، بره في حاجه؟ بره مفيش حاجه. ماشي، بره مفيش حاجه. ماشي، ايه بقى عنده تورتوكولس؟ لا، عنده ممكن تلاقي عنده بره في، اسف، ليمف نود بس مفيش ابسس. ممكن تلاقي عنده بقى هنقولها بقى في الكومبليكيشن، هيبتدي يظهر عنده مشاكل في الايه، في الرقبه، ويبتدي يحصل له ايه، ديفورمتي في الرقبه. خش على الكومبليكيشن، هيبتدي يحصل له نيك ديفورمتي في الرقبه، وممكن تلاقي عنده فيستولا لما الايه، لو الابسس في رابشر انترنال. ماشي تمام، يبقى تاني كده العيان ده سيمتومز، هنا ابسس عاديه، فهتلاقي فيفر وهيدك وماليز اللي احنا متعودين عليها، هنا تي بي توكسيمي. ماشي، ده جنرال سيمبتومز. لوكال هنا العيان بيشتكي من فارنجيال سيمبتومز، سيروسرود ديسفيجيا كلام احنا متعودين عليه، زائد لارنجيال سيمبتومز، سترايدر وكلام من ده. وهناخد حته من نيرف اريتيشن، هناخد هنا تورتيكولس،
العين بيعمل كونتراكشن السينوماسيول عشان يريح رقبته. طيب هنا بقى العين هنا بيشتكي من ايه؟ قلنا تيبي توكسيميا جنرال لوكال. العين مشكلته ايه؟ العين مشكلته برضه مش قادر يبلع الكلام الفارغ ده، سور ثروت وديسفيجي. لكن الاهم من ده كله ان العيان عنده رقبته مش قادر يحركها، رقبته مش قادر يحركها. انت بتتكلم على مرض ضرب الهيكل، ضرب الشاسيه، ضرب السيرفايكال فيرتبرا، مش قادر يحرك رقبته، دي كارثه. فهنا لما تيجي تتكلم على الساينز هتقول لوكال، انا شايف ميد لاين سويلنج مش عارف ايه فلكتونت وفي النص الفاركس بالسيروفنجال ماشي، ده من جوه. من بره مش هلاقي غير الليمف نود. لكن الاهم بقى الرقبه، في تورتيكولس. تورتيكولس يا عم، حاجه تورتيكولس يا عم، رقبته كده. لكن هو هيعمل لك وضع في رقبه انت مش هتقدر تعمله، انا مش هقدر امثله لك. ممكن تلاقي رقبته معوجه عوجه غريبه، في نيك ديفورمتي ماشي، باصص كده اهو، باصص بصه غريبه كده، تلاقي رقبته مكسوره معوجه يعني ملوحه، رقبته ملوحه اتقطمت ماشي تمام. العيان ماشي رقبته واقعه، العيان باصص لورا من الاخر، العيان ماشي باصص لورا، رقبته ملوحه لورا، عنده حاجه غريبه في الرقبه ماشي، فعنده نيك ديفورمتي. طبعا نكمل بقى بقيه الكومبليكيشن. بقيه الكومبليكيشن لو بقى اخر طبقه ما قدرتش تحميه اللي هي الكونستركتور ماسل، وهي اخرى خرمت يعني البتاع خرم البري فيرتبرال فاجي، قلنا ماشي داخل على الريترو فرينجال سبيس الحقيقي، ما هو اللي يخليه يخرم الفرتبرا العظم والبري اوستيوم والماسلز والريترو فرينجال والبري فيرتبرال فاشي، مش هيعرف يخرم الكونستركتور. فلو خرم الكونستركتور هيفضل هيبقى عنده فيستلة موصلة للفاركس بالسباينال كورد كارثة يعني. طبعا الحاجات دي ما بتتشافش ولا عمرنا شفناها ولا هنشوفها يعني تمام. طيب هنا بقى المشكلة، العيانين دول ان هم احنا سائلين عنده ريسبيراتوري سيمتومز وعنده ايه فارينجال سيمتومز. الريسبيراتوري سيمتومز دي كفيلة انها تموتهم، لما العيان الطفل ده ممكن يموت مش قادر يتنفس، الضغطه بتاعت الابسس بتضغط على اللاركس وهي عيان يموت، وفي لارنجال اوديما. ده حتى لو هو شايفين هي النقطه دي قربت تفتح، لو فتح وهو نايم ونام على ظهره الفتحه دي ورا مش هيلحق يحمي نفسه، هيحصل له اسبيريشن الابسس وهيموت من الاسبيريشن. يعني لو انت بتفتحه سيرجيكال بطريقه معينه في وضع معين، لو العيان فتح لوحده وهو نايم هيموت من الاسبيريشن ماشي تمام. الانفستيجيشن اللي بتاع انا بتاعت العيان ده طبعا زي ما احنا متعودين لاب وايمجنج. لاب لا ده ولا ده هتعرف تاخد منهم عينه، فاللاب مفيش عينات، اللاب كله بيلعب على الدم ماشي، اللاب كله بيلعب على الدم. الايمجنج كاركترستيك بس. هنا في انفستيجيشن يعني دايما بيجي بيقول لنا في اطفال 4 سنين، بتيجي طفل عنده 4 سنين تيجي تعمل له اشعه مقطعيه، هو اصلا لو اديته صبغه ممكن يموت فيها، العيان مش عارف يتنفس. فالاكس راي هنا، وهنا من الامراض النادره الاكس راي فيها مهمه جدا. قلنا الاكس راي مفيده في الادينويد، والاكس راي مفيده في الكومبليكيشن بتاعت الادينويد ريتروفرنجال ابسس. هتلاقي منظر غريب قوي في الاكس راي، هتلاقي الهواء كله بتاع البريفرتبرال كولوم، الهواء بتاع اللي موجود في الفاركس واللاركس كله اتحرك لقدام، وحصل وايدنينج للبريفرتبرال سبيس. في ورا الفاركس سبيس اسمه البريفرتبرال سبيس، ما قبل البرتبرا بريفرتبرال سبيس. لو حصل وايدنينج للبريفرتبرال سبيس والبريفرتبرال سبيس ده اتملى بس ساعتها هتشوف الهواء كله مفوده طلع لقدام. مش عارف اجيبها لكم ازاي، يا ريتني جبت الصوره الاكس راي لاترال فيو. لو جبنا اكس راي لاترال فيو هنلاقي فيه عمود هواء ماشي خاص بالفاركس واللاركس والتراكيه ماشي. يعني نحاول نشوف الاكس راي بتاعت الادونيد هنا ظاهره ولا لا. نجيب درس الادونيد بسرعه كده اهو تمام ماشي. ودي من ضمن فوائد الاكس راي، حتى تلاقي على الاكس راي مهم جدا عشان تبين اليومن بتاع الفاركس. فلو اليومن بتاع الفاركس ده بوشد قدام هتلاقي حاجات غريبه قوي في الموضوع ده. بص كده معلش الصوره عامله زي الاشباح لانها كانت مركزه على الادونيد. في خط اسود المفروض ماشي هنا ورا الخط الاسود ده، خط رمادي. لو الخط الرمادي ده كبر يبقى دي اسمها وايدنينج للبري فيرتبرال سبيس ماشي. هذا الوايدنينج للبري فيرتبرال سبيس اشهر ديفرنشال دايجنوزس ليه اكيوت ريترو فارنجال ابسس، لكن مش هو المرض الوحيد اللي بيعمله اكيوت ريترو فارنجال ابسس. امال ايه اللي بيعمله؟ اللي بيعمله اكيوت ريترو فارنجال ابسس ومرض تاني هتاخده كمان شويه اسمه بوست كوريكويد كارسينوما، هتاخده خلاص قرب اهو، بوست كوريكويد كماز او بوست كوريكويد كارسينوما. فدول المرضين اللي بيكبروا البري فيرتبرال سبيس، والمرضين دول ممكن يعملوا لك حاجه اسمها ايه ابسنس اوف لارنجيال كليك. بس طبعا الاكيوت ريترو فارنجيال ابسس في طفل ده مرض وده مرض، يعني انت لا الطفل مستحيل تشك في انه بوست كوريكويد كارسينوما ماشي، طفل فجاه سخن وبتاع ومش قادر يبلع
وبين واحدة ست عندها 50 سنة أو راجل بيشرب سجاير وجاله ديسفيجيا. فطبعا يمكن الاتنين اكس راي واحدة بس، ده مرض وده مرض، فعشان كده ديفيجن ديجنوز بينهم صعبة شوية. بس هي واحدة من الأمراض اللي بتكبر البريفرتبرال سبيس، هي الأكيوت ريتروفارينجال أبسس. ماشي، والإكس راي هنا مهم، والسيتي دايجنوستيك، والدم خد بقى منه عينة يلعب بيه براحتك. هنا الدم هاخد منه عينة والعب بيه براحتي وهلاقي ايه؟ هلاقي ايه في دم؟ هلاقي بالمورف نيوكرالوكوسيتوزيس؟ لا، ده انت بالعكس هتلاقي الليمفوسايت العالية. يعني كده الدم مش دايجنوستيك. اه مش دايجنوستيك، بس في تيست اسمه تيبركولين تيست، وفي شوية تيستات كده خاصة بالتي بي، ما تعملها تي بي انفستيجيشن. وبعدين العيان ده غالبا يعني ده سكندري تي بي، يعني غالبا عنده الصدر بايظ، يعني لو حلك شوية سبيوتا ما هيطلع لك شوية بكتيريا حلوة تعرف تشخص بيها المرض اللي هو التي بي ده. ماشي تمام. العيانين دول برضه بنعمل لهم اكس راي، بس لا عشان على البريفرتبرال سبيس برضه هنلاقيك كبر، بس الاهم من البريفرتبرال سبيس كبر، البرتبرا نفسها اتكسرت. والسي تي از دايجنوستيك. التريتمنت بتاع العيانين دول طبعا الكرونيك بارافنجال ابسس مش علينا، بس اكيد في جزء كبير منه ميديكال. الاكيوت ريتروفنجال ابسس لازم تفتحه. طب افتحه منين بقى؟ افتحه منين؟ هنا بقى ده مرض من الامراض اللي ممكن تفتحه من بقه وتخرم الكونستريكتور ماسل. ماشي، تخرم الكونستريكتور ماسل، تفتحه بتضربه في مشرط هنا، اخرم الكونستريكتور ماسل. اه لان اولا انا هخرمه في ورا بوستيريور، فانا بعيد عن الكاروتيد، انا بخاف اخش بالمشرط بتاعي لاترال. لاترال هنا انا ما اعرفش انا داخل فين. لاترال هنا في بصايب سودا، ربنا يعافيك، هنا ما فيش ولا مصيبه. هنا حتى لو افترضنا جدلا ان المشرط بتاعك عدى الكونستريكتور ودخل على البريفر تبرا الفاشيه والبريفر تبرا المصل، مش مشكله، ما احنا واحنا بنكحت الادينويد الكحته بتاعتنا بتريح على البريفر تبرا الفاشيه وبريفر تبرا المصل. بيقول لك لو انت كلت شويه مصلز من البريفر تبرا المصل مش مشكله، في اكتر من كده بيقول لك عادي، هيحصل شويه بليدنج وبتاع وهيحصل هيلينج. فالمنطقه دي قويه جدا، منطقه البريفر تبرا الفاشيه وبريفر تبرا المصل قويه جدا، ما تخافش عليها، ما تخافش عليها خالص. ماشي تمام. فانت هنا في امان، تمام، في البريفر تبرا فاشل بريفر تبرا مصر ده انت هنا في امان، تمام. وبعدين اصلا المنطقه دي على فكره وجود الكونستريكتور مصر فيها مش واضح قوي، تمام، مش واضح قوي، تمام. ده احنا في بعض عمليات الفيلو فارنجال انسفشنسي بناخد مصر في لاب من الكونستريكتور مصر دي ونفصلها عن البريف بريفر عن البريف فارنجال سبيس دي، ريترو فارنجال سبيس، وبنحمها في سوفت بلاتة. انا قصدي الحته دي احنا بنلعب فيها براحتنا، ما تخافش الحته دي مش خطر قوي يعني، تمام. ماشي يعني انت ليه؟ لان الكونستريكتور ماسل ورا مش لهاش قيمه قوي، ده هي شويه ايه. لكن لاترالي لا، لاترالي ابعد عن لاترالي. ماشي، فانت ممكن تخش هنا بالمشرط عادي وتخرم الكونستريكتور ماسل اللي اصلا، وكل اللي عنده على فكره انت لو سبتهم هو هيخرم الماسل لوحده، انت بتخليه انت بتساعده انه يتخرم، تمام، قبل ما العين ما هو ممكن عنده حاجه من اللي ما يتخرم لوحده، لما يموت قبل ما يتخرم يموت من السبايراتور اوبستراكشن، فانت بتمشيه في سكه انه يتخرم سيرجيكال، لان لو اتخرم لوحده ممكن العين يموت، لو هو كبر من غير ما يتخرم العين هيموت. ماشي، فانت بتخرمه لوحدك. ماشي، تعمل لونجيتودينال انسيجن ان ذا ماوس. طيب هو نايم ولا هو متخدر؟ لا هو صاحي. هو صاحي، اه يستحسن ان هو صاحي، او اعمل حسابك ان انت ممكن تتزنق وتضطر تعمله وهو صاحي، يعني دكتور التخدير معاك هيحاول وان ترايل انه ينتيوبيت، ما قدرش ينتيوبيت هيبقى انت يعني، هو هيخش بحاجه اسمها، انت مش شفت دكتور التخدير وهو بينيم العيان بيخش بآلة كده اهو، ترفع اللسان ويخرج ويدخل التيوب بتاعته. لو الدكتور التخدير ما قدرش يعمل الحركه دي هيروح ايه رفع، هيروح يحاول ينيم العيان بحيث راسه تحت ورجله فوق والناس تكتفه، هو مش نايم بقى يبقى صاحي او نعوس حاجه اسمها سيديشن، بس مش بس عضلاته لسه شغاله. انت بقى تروح داخل بقى واخد نظام تخدير من دكتور التخدير ورافع اللسان بايدك الشمال وايدك اليمين تخرم الابسس ده، وبعدين تروح شايل الاله اللي انت خرمت بيها دي وداخل بشفاط بسرعه مطرح الخرم وتشفط الدم والصديد اللي هيطلع من الخرم ده، تمام، على طول ايد ترفع لسان وايد التانية تخرم، وبعد ما تخرم تروح جايب ايه في وضع وضع ايش بوضع اللي هو تمام. ماشي، وتروح جايب الايه. طب ليه الوضع ده؟ لان الوضع ده لما تيجي عين ينام في وضع اللوز ويجي دم مش هيطلع لفوق للتراكيه، مش هيطلع فوق بالجاذبيه، لا هينزل لتحت، هينزل لتحت وممكن يطلع من مناخيره من نيزوفاركس، تمام. ماشي، اذا زاد عن حده انت معاك شفط، لازم يكون معاك شفط جاهز وشغال قبل ما تخش تدب المشرط. هو كل مطلوب من حضرتك آلة واحدة بس، مشرط وشفاط،
يعني معاك بقى شوية ارتري وقطن وكلام من ده ومية اكسجين ماشي، بس انت مطلوب منك شفاط دبوس معدن وآلة واحدة، مش محتاج حتى خفض لسان، الا بقى لو الدكتور التخدير عارف يركب بتاع بتاعه ده بتاع انبوبة التخدير يبقى نايم، ويحط بقى آلات اللوز بقى، وبالمرة بقى يعني تظبطوا بقى ظبط العين مش، لكن الحالات اللي احنا شفناها معظمها كنا بايدنا الشمال نمسك اللسان وايدنا اليمين ندب مشرط، وهي حالات الحمد لله مش كتيرة، حالات مرعبة برضه، تبقى العيال دي كلهم 3 سنين وحاجات كده مش حلوة يعني، ماشي تمام، بس الحمد لله بيعدوا كلهم بيعدوا تقريبا يعني، مش زي البارافرنجل، البارافرنجل نسبة الوفاة فيه عالية، أخطر أبسس قلناه في كل القصص ده بارافرنجل أبسس. الكورونيك كروتوفاجيا ابسس ما شفناهوش، انا عن نفسي ما شفتوش، ماشي تمام، يعني هو بقالي 15 سنه بقى فوزن تقريبا ولا ايه، ما شفتش كورونيك كروتوفاجيا ابسس، تمام ماشي، هو مش 15 قوي، هما بالظبط 13، تمام ما شفتش كورونيك كروتوفارينجيال ابسس تمام في الفتره دي كلها، فلكن الاكيوت كروتوفارينجيال ابسس هي اللي كومن، ومعظم الحالات اللي شفناها عدت ماشي، هي تبقى مرعبه بقى وكلام ده، بس في الاخر بيعدوا، هي تدب كده وتشفط وخلاص ماشي تمام، غالبا ما بنحتاجش تراكست ماشي تمام، فالاخطرهم بارافارينجيال ابسس وفاه فيه بتبقى 25% تقريبا ماشي. اللي يليه بقى خش على التاني واحد في الفيتاليتي وفي الديس، سب مانديبولار ابسس، سب مانديبولار ابسس مش بيموت غير لما بيعمل بارافرنجال ابسس، فهمتني؟ فسب مانديبولار ابسس عشان يموت بيعمل بارافرنجال ابسس، والبارافرنجال ابسس بتموت لما بتعمل ميديستايناتس، هو ده التسلسل الطبيعي للحاجه الساقعه زي ما بيقول. الكوينزي نادر انها تعمل بارافرنجال ابسس، فده ينفع اشهر سبب للبارافرنجال ابسس، يا اما السبب النادر فورم بودي، يا اما سب مانديبولار ابسس قلبت على بارافرنجال ابسس والعيان ماشي في سكه الموت. سب مانديبولار بارافرنجال ميدياستاينايتس تمام ماشي، واضح ان الفكشن مفيش حاجه تقف قصادها. سب مانديبولار ابسس بدايتها ايه؟ بدايتها دنتال انفكشن، شفت المسخره؟ يعني حتى تحس انها ايه؟ مسخره تمام؟ واخد بالك؟ فحته ان حته سنه تموت واحد سبحان الله. بدايتها دنتال انفكشن، شايفين الروت بتاع الاسنان؟ جذور الاسنان لو حصل انفكشن في اي جذر من الجذور دي هيخش في السب مانديبولار سبيس، السبيس ده بيتقسم بالخط ده، الخط ده ماسكه فيه عضله اسمها مايلو هايويد ماسل، الخط ده اسمه اوبليك لاين، ماسكه فيه المايلو هايويد ماسل، قاسم السب مانديبولار سبيس، هو اسمه سب مانديبولار بس هو ميديال للمندبل، ميديال وتحت المندبل، قاسم السب مانديبولار سبيس لتو سبيسز، فوق منه حاجه اسمها سب لينجوال سبيس تحت اللسان على طول، وفي سب لينجوال جلاند تحت المايلو هايويد، هنا سب مانديبولار سبيس وفي سب مانديبولار جلاند، يبقى السب مانديبولار جلاند هنا، السب لينجوال سبيس حته من هنا اللي فاصل بينهم العضله بتاعت المايلو هايويد ماسل، متخيلها؟ يبقى هو السبيس اللي هو ايه؟ يعتبر ميديا للريمس بتاع المانديبول ماشي، واخد بالك؟ وبيتقسم بالمايلو هايويد للسب لينجوال اهو، والسب مانديبولار الحقيقي او اللي هو اسمه تاني بيسموه ده سب ماكزيلاري ماشي، يعني عشان يلخبطك سب ماكزيلاري ده تحت طب ما هي اللي جاب الماكزيلا هنا، هو اسمه كده بيلخبط، لكن هو ده السب مانديبولار بروبر ماشي او السب ماكزيلاري، وده السب ايه لينجوال تمام ماشي، فسب اللينجوال اللي فوق والسب ماكزيلاري اللي تحت الاثنين على بعض اسمهم سب مانديبولار سبيس ماشي، السب لينجوال فوق المايلو هيويد، فلو هو على حسب السنه بيبتدي الانفكشن، بس هو الصراحه الواقع دايما الانفكشن بيجي في الاثنين مره واحده في السب لينجوال وفي السب ماكزيلاري، مش شرط مش عشان السن الضرس اللي ورا يعمل سب مانديبولار ولا سب ماكزيلاري والتاني يعمل سب لينجوال، دايما الانفكشن بتيجي في الاثنين ماشي، والانفكشن بتبقى عباره عن ايه؟ حته ضرس، والدكتور وبعدين هو خلي بالك العيان لو كان ساب الضرس يمشي في التطور الطبيعي بتاعه كان هيقع ماشي، لو هو مناعته قويه في حاجه من اللي، اما مناعته ضايعه خالص ماشي، يا اما راح لدكتور السنان، دكتور السنان حشاله فوق انفكشن فقفل ان الانفكشن تخرج من بره، فما لقيتش الانفكشن غير تخرج من جوه تمام ماشي تمام، الانفكشن ده خرجت دخلت خرمت من جوه على السب يعني المصدر، المسار الطبيعي للانفكشن انها توقع على السنه وتطلع من هنا، لا المسار الطبيعي للانفكشن اللي يعني تخرج من الجنجفا ومن اللثه، لا ما لقيتش، لقيت السكه دي مسدوده بحشو، الدكتور حاطط حشو وطرابيش وحاجات كده وعمل حاجات كده يعني بلوك اسمنت وحاشيها فوق وساخه مش نظافه تمام، فالانفكشن عاوز يخرج فخرج من هنا راح خرم الحاجات دي كلها ماشي تمام، فسبحان الله تكون مصيره سبب وفاته لو واحد دايابيتك، وشوف محلات كده تمام، الاتيولوجي بتاع المرض ده دنتال انفكشن، 80% من الحالات تبقى دنتال انفكشن، خاصة الأسنان الأخيرة الجذور الضرس العالي والحاجات الحلوة دي، اللاست مولار تيس
وممكن البريمولر ماشي، ممكن البريمولر والمولر، بس طبعا اللور مش الابر ماشي. ممكن سابوريشن في سب مانديبولار جلاند، ممكن سب مانديبولار انفلود يحصل فيها سب مانديبولار ابسس، ممكن يعني واحد عنده ستون في سب مانديبولار جلاند، قامت الستون عملت سب مانديبولار ابسس، وكل ده ما راحش لاي دكتور ولا اي حاجه، قامت سب مانديبولار ابسس عملت سب مانديبولار جلاند ابسس سابوريشن، يعني حصلت سب مانديبولار ابسس في السبيس كله على بعض، ممكن ماشي، بس دي حالات نادره. ممكن يكون ليمف نود حصل لها سنترال نكروزس ماشي، برضه حالات نادره. العيان هنمشيها زي ما احنا متعودين سيمتومز، الكلام الفارغ الاقرع بتاعنا بقى اللي هو ايه، جنرال ولوكال، جنرال فيفر ويدوكوماليز، الفيفر از هيكتيك، واللوكال نفس الكلام اللي هو سورو ثرو ديسفيجيا فيتر اورس مال بريسنج، وبس البين از ثروبنج ويونيلاترال وفيرد، زي نفس الكلام اللي احنا متعودين عليه. وعاوز تحط تورتيكوليس هنا؟ لا هنا ما فيش تورتيكوليس، هقول لك ليه. عاوز تحط تريسمس؟ هنا ما فيش تريسمس، وهقول لك ليه. مش هتحط ايه تاني؟ مفيش مافلد فويس. اه حط مافلد فويس، حط هنا مافلد فويس، احنا نسيناها، قولها قولها، يعني لوكال سيربنج بين ومافلد فويس، يعني مش عارف يتكلم، مش عارف يتكلم، بس مفيش تريسماس. ليه بقى مفيش تريسماس مع ان السبيس داخل في ام المايل وهيود ماسل وماسي في ام الماسل بتاعت الماستيكيشن؟ ليه بقى مفيش تريسماس؟ لان العيان اصلا بيجي لك بالاستقبال بالمنظر، بيجي لك سوري سوري، في تريسماس، بس مشكلة التريسماس اللي عندها بيجي لك بالمنظر ده، انا اسف بس في تريسماس معلش، تيجي تريسيشن، بس المشكله ان عن التريسماس ومطلع لك لسانه كده مش قادر يفتح بقه اكتر من كده، وجاي في قلب المصل في ماستيكيشن، وفي سبازم في المصل في ماستيكيشن ماشي، بس عن جاي لك فاتح بقه كده اهم من تريسماس، فمعلش انت علق قول في تريسماس ماشي، وفي سبازم في الميديا ترجوت، بس الاهم العين بوشنج التانج از بوشت، التانج از بوشت دي هنقولها جوه ماشي. خش بقى على الرول بتاعنا اللي احنا متعودين عليه، لما تيجي توصف سابوريشن في هذه السبيس هتوصف السابوريشن دي من بره ومن جوه. من بره السب مانديبولار سبيس از بالبابل، ممكن تحسه بس مش بلو اند بيهايند ذا انجل اوف ذا ماندبل، لا ده تحت الريمس على طول، حط ايدك تحت الريمس اوف ذا ماندبل، تحت الريمس اوف ذا ماندبل هتحس السب مانديبولار سبيس، هتلاقي الفلكتويشن في السب مانديبولار ريجن، السب مانديبولار سبيس. شايفين الراجل ده؟ لو انت ركزت بين الراجل ده وبين الواد الصغير دوكها هتحس ان دي فعلا طالعه تحت الريمس وذا ماندبل، انما الواد الصغير دوكا ورا الانجل وذا ماندبل. لو ركز بص بص اه بص الواد دوكا عامل ازاي، يعني حتى تحس كده الصوره باينه. طبعا كلينيكال لازم تحس بالبيت، يعني المنظر ما تقدرش تحكم عليه غير كلينيكال. اهو ده شايفين دقنه مرسومه ازاي، دقنه مرسومه حلوه اهي، دقنه مرسومه الانفكشن ورا الانجل وذا ماندبل، لكن صاحبنا ده فين دقنه بقى؟ ده دقنه بقت كوره تمام. بص عامل ازاي، يعني ايه شايف ايه اللي ايه هنا عامل كلوب ماشي تمام. فهنا في سب تحت دقنه، هنا الدنيا بايظه خالص ماشي. ففي هنا ايه الدقن هنا مش مرسومه اذا واضحه زي كده، شايف الرسمه دي، الرسمه هنا مش باين، شايف الخط اللي هنا ده الفاصل طبعا في البلبيشن بتبقى اوضح، فالسب مانديبولار ريجن از بالبابل، فبره انا اقدر احس السويلنج، جوه هتحس السويلنج. جوه دايما الانفكشن دي بتبقى تيجي في الاثنين في وقت واحد زي ما قلنا، يعني السب ماكسيلر بيفتح سب لينجوال، فالسب لينجوال سبيس لما بيحصل فيه انفكشن اللسان بيروح مزوق بره، هتلاقي العين طالع جاي لك لسانه عامل كراه، فلما يكون لما الانفكشن تمتد للفلور اوف ذا تانج هتلاقي الفي بروتروجن اوف ذا تانج، وهيطلع اللسان تب في اللسان هيطلع فوق وبره. المشكله بقى ان تكمله اللسان ورا راجع لورا باكورد، مش عارف تخيلها ولا لا. يعني لما في رسمه ليها هنا، في رسمه، الرسمه التقليديه اللي احنا متعودين عليها اللي هي دي تمام، اه التقليديه بتاعتنا اللي هي دي تمام. لو انت عندك سابوريشن في الحته دي هتلاقي اللي بيحصل، هتلاقي هنا ادي المندبل وادي الهايويد، يبقى انا اتوقع ان دي يا اما الانتيرو بيل اوف دايجستريك يا اما المايل هايويد، عشان في الميد لاين فظهر الانتيرو بيل، يبقى تقريبا دي الانتيرو بيل اوف دايجستريك. بغض النظر انا اعتبر ان دي المايل هايويد عشان مش هلخبطك ماشي ماشي. فالانفكشن لو تحت المصل دي هتبقى ال سوري، يبقى هي دي سوري، هي دي الانتيرو بيلف زي ما جسرك فعلا، ودي المايل هايويد ماشي تمام. لو انفكشن تحت المايل هايويد شايفين الخط الابيض ده، ده هيبقى اسمه سب ماكسيلاري سبيس، سب ماكسيلاري سبيس، وده سب لينجوال سبيس ببساطه. فهي سب ماكسيلاري سبيس بيور سب، هنا هتحسها بره مش هتحسها جوه، بس في الغالب الاثنين متوصلين ببعض، فهتلاقي هنا سب لينجوال الابسس لما يجي يحصل هنا هتلاقي ايه، هيزوق اللسان كله، بوز اللسان هيدلدق لبره، فتلاقي اللسان از بوشت اب وورد اند ذا تيب اوف ذا تانج از بروترودد،
لكن معظم الكتله الرهيبه من اللسان هتلاقي رجعت لورا، تمام؟ يعني اللسان ايه، جزء من التيت بوز وطلع لقدام شويه، لكن المشكله ان الجزء كبير من اللسان رجع لورا. فطبعا هو ده خطوره المرض، والموت كله بيجي من هنا، تمام؟ الموت كله بيجي من هنا، تمام؟ ان هو العيان بيبقى اللسان كله بيرجع لورا، فبيبتدي ايه، يموت بسبب الموضوع ده، تمام؟ فده بالنسبة عشان تتخيل معايا الوضع. يعني ده السب مانديبل وسب ماكسيلاري سبيس، وده السب لينجوال سبيس، وان اللسان بيبقى جزء التب بتاعه بروترودد، والكتلة الكبيرة من التنج راجعة لورا تقفل لك الاير واي، فالعيان ايه يبتدي ايه يتخنق ويموت، ماشي؟ تمام. نرجع لموضوعنا، تمام. فده كلينيكال، يبقى من بره هتحس السولينج، من جوه تلاقي لسان طيب بارز لك كده، وفي جزء من اللسان راجع لورا بيعمل ريسبيرتوري ستريس، في تريسمس، في تريسمس، يعني مش قادر يفتح بقه، ماشي؟ بس هو اصلا مش من جاي طالع مطلع لك لسانه، هيفتح بقه ازاي؟ ماشي؟ عشان المسل اوف ماستيكيشن، التريجويد والماسيتر والمايلوهيد كله عم في سباس. انفستيجيشن، هتاخد عينه من لاب، وايمجنج اللاب هتاخد عينه من الدم كالعاده، وعينه من جوه. عينه من جوه ازاي؟ مشكله العينين دول مش هتعرف تاخد عينه من جوه، لسبب معظم العينين دول السبيسز الغلسه دي، السب ماكسيلاري سبيس والسب لينجوال سبيس، ما هماش فيهم كميه التزييت، ما هيش بين تو جروب اوف ماسل، ففي طبقه شحم بينهم، ما فيش مكان شحمي يكسر فيه الانفكشن. ولكن اللي بيحصل ان بيحصل فيها حاجه سام سورت اوف سيليولايتس، فتفضل في مرحله السيليولايتس دي فتره طويله على ما تعمل كتل صديد. والسيليولايتس في المنطقه دي بنعتبرها ابسس، يعني العيان اللي بيجي له سيليولايتس في المنطقه دي بنعتبره ابسس، مش لازم تدخل سرنجه وتطلع صديد. منظر العيان ده اسمه ابسس، منظر عنده اسمه ابسس، ماشي كده؟ ده ابسس، مع العلم انك لو دخلت سرنجه هنا ولا هنا ولا هنا مش هتعرف تسحب صديد. العيانين دول كلهم بيبقى غالبا عندهم سام سورت اوف اديما وسيليولايتس في المنطقه دي، فسيليولايتس ان ذا سب مانديبولار سبيس از كونسيدرد سب مانديبولار ابسس. هنا مفيش ستيجز، هنا ابسس على طول، دي اسمها ابسس، ماشي؟ فالعين لما تيجي تسحب منه عينه بالابره مش هتعرف تسحب عينه، مش علشان خاطر الابسس هنا مش كميته كبيره، لا، ده علشان خاطر هنا الاديما اكتر من منه ابسس، الاديما مور ذان باس، فاسبريشن اوف باس از نوت نيدد، صعبه. زائد ان هو اصلا انا كده كده والله في مرحله السليولايتس عمل كتله صديد، انا بعتبره سب مانديبولار ابسس، مش فارقه معايا في صديد ولا لا، ماشي؟ فمن خبرتنا او من يعني من تكست بوكس برضه، الاسبيريشن اوف باس هنا از ديفيكالت، ماشي؟ الاسبيريشن اوف باس هنا از ديفيكالت، فبالتالي انت بتحكم عليه بالمنظر ده، وتروح عامل له سي تي علشان ايه، اكس بس السي تي برضه مش هو كلينيكال، هو مينلي كلينيكال، يعني حتى السي تي مش هيطلع لك حته صديد كده حجمها 3 مللي، كوره صديد كده، كتله صديد كبيره كده حجمها 3 سم في 4 سم ولا بتاع، لا مش هيطلع لك كده، هيطلع لك ان الدنيا هنا خربانه، وفي اديما عنيفه، وفي سويلنج عنيف كده، والتشو هنا هيزي كده، مش عارفين هل ده كده يعتبر صديد، ولا هل هي ميه، ولا هل هي اديما، ولا هل هي ايه، تبقى منظرها في السي تي مش واضحه انها مش بس بيور، مش كتله ابسس، ماشي؟ تمام. فمشكله المرض ده ان هو بيقلب زي ما قلنا بالبارافارينجيال ابسس وبيموت، ومشكله المرض ده ان ممكن يموت قبل ما يقلب البارافارينجيال ابسس عن طريق انه يرجع لسان لورا، فممكن يرجع لسان لورا ويعمل ابسس، وممكن بالبارافارينجيال ابسس يخش على اللاركس يعمل لارينجيال اديم، ماشي؟ العين ده بتدي له كالعاده فرصه ميديكال، وتحجزه اندر اوبزرفيشن، وتدي له فرصه ميديكال، ماشي؟ تدي له فرصه ميديكال سريعه كده اهو، والله لقيت العين بدا يخش في ريسبيراتوري ديستريس. وانس انك تحس انه دخل في ريسبيراتوري ديستريس مفيش هزار، تدخله العمليات، ماشي؟ وتحاول تفضي له السبيسز دي، هتلاقي وبعدين الحته دي مش هتلاقي حته واحده دبازه زي يعني الصوره دي، مش كلاسيك قوي الصوره دي، اللي هو فتحه واحده في يمه واحده قدر يفتح كل السبيريشن هنا، ماشي؟ تعين زي ده، لكن يعني من الاخر كده في حالات احنا بنلاقيها بالمنظر ده، وحالات بنلاقيها بالمنظر ده. لو هو عام بالمنظر ده في الغالب اللي هو مينلي سب ماكسيلاري ابسس، مينلي بتخش تفتح الحته دي، العين طلعت الصديد اهو، شايف الصديد طلع، ولو تاخد بالك سبحان الله في نفس الصوره دي شايف كميه صديد مش جامده، كميه صديد مش جامده، شايفين ايه دي؟ دي تراكيوستومي بالظبط. العينين دول غالبا مشكلتنا اير واي، فانت هتخش تفتح مش هتطلع صديد كتير، انت هتخش تفتح عشان واعمل سيبك انك تعمل تراكيوستومي في نفس العمليه، تمام؟ ماشي؟ العين عامل تراكيوستومي، وشكل التراكيوستومي دي جديده كمان، شايفين الغرز دي معناها انها جديده. فالتراكيوستومي هنا
اهم عندي من دي يعني. العيان ده لازم لما تيجي تتكلم على سيرجيكال تريتمنت في الامتحان النظري، انا عاوز كلمه تراكيستومي عندي اهم من الدرينج. تراكيستومي انت عارف لو عملت له تراكيستومي وجيت تعمل درينج ما عرفتش، ما قلت ما يعني ما قدرتش، ما ده مش عارف، ما هي مش حته معينه هعرف همد ايدي فيها اطلع صديد. لا ده انا واخد بالك في عيانين بيبقوا زي دول بيبقى اديمه اكتر منها بص، فاهمني؟ فتيجي تفتح ما بتلاقيش حاجه. فهو العيانين دول اهم حاجه تكيب ايرواي، لو عندك كوليكشن واضح في بص بتفتحه. فالسيرجري هنا ماست بي دان باي اكسترنال ترانسفيرس كيرفد انسيجن بارلل تو ذا ماندبل. إيه لو هو مركز على يامبا واحده، ساعات بيجي على لمتين على فكره، بتعمله برر للمندبل. وخلي بالك لازم تبقى بعيد عن المندبل، حته سيرجيكال كده لازم تكون بعيد عن المندبل، يعني انجل اوف ذا مندبل يبقى اهو، واللور بورد اوف ذا مندبل. واياك تفتح هنا، افتح تحت خالص. ليه؟ لان في هنا نيرف مهم جدا اسمه ايه؟ اللاست برانش اوف ذا فيش اللي هو مارجنال مانديبولار، مارجنال مانديبولار نيرف اللي هو قبل الاخير، سوري الرابع برانشات الفيشل. ده لو اتعور هتبقى كارثه، هيعمل عاهه. فبتنزل تحتيه بشويه وتروح فاتح دبب دبه حلوه كده، وتقعد تدور بآلة بلانت بقى في السبيسز العجيبه دي على الـ على الابسس على البص، ماشي؟ وقعد مال كبير قوي تحتاج تعمل تراكيستومي، معظم الحالات تحتاج تعمل تراكيستومي. فالعمليه هنا ان انت بتفتح على يمه واحده، لو هي الابسس كوليكشن في يمه واحده ممكن تفتح على يمتين، وفي ناس بتفتح في النص لو هو يمتين، ماشي؟ والتراكيستومي اهم، ماشي؟ تمام، التراكيستومي اهم. ده بالنسبه للسبمانديبولار ابسس. الاورو فارنجال نيوبلازم مش عارف الوقت هيكفي ولا لا. تمام، لا يعني افصلها تسجيلين احسن. الاورو فارنجال نيوبلازم اصلا هي موضوع، خلينا نقولها بسرعه كده، لان هي الاورو فارنجال نيوبلازم هي ببساطه كده مش موضوع مش مهم قوي. تمام، لكن في تكتين كذا تكه كده هنقولها، نخلص باسلوب اسلوبنا في الشرح السريع اللي احنا بنقول التكات. الاورفرنجال ديزيز زي احنا متعودين، لا 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 بناين لا مالجنت، صح؟ بناين لا ابيسيليا لا كونكتيف تيشو. لا ابيسيليا ما عاوزك تحفظ بابلوما، ابيسيليا اللي يبقى ايه؟ بابلوما. لو كونكتيف تيشو تمام، سيبك انت من بابلوما دي، على فكره تبقى حته صنطه كده بتبقى في السوفت بلات. بابلوما تبقى شكلها تشبه بالظبط الوارتس، تبقى بابلوما تشبه نتيجه هيومن بابلوما فايروس، فبتعمل لك حته بابلوما كده اهو زي الصنطه كده اللي بتطلع في الجلد كده، بابلوما كده بتروح مدلدله، بنشوفها كتير قوي في السوفت بلات، بنشيلها بسهوله جدا. فدي كومن قوي البابلوما دي. لكن الخوف بقى لو السولنج ده لقيته تحت الميكوزا بتاعت البلد، يبقى ده كارثه. ليه بقى؟ اصل ده اي اورو فارنجال ديزيز سب ميكوزال يعني في كونكتيف تيشو، يبقى ده طالع غالبا من الماينور سليفري جلاند. افتكر الكلمه دي، اشهر حاجه واكتر حاجه تخاف منها الماينور سليفري جلاند. الماينور سليفري جلاند بتدي التيومر بتاعت السليفري جلاند اللي احنا متعودين عليها. ايه هم التيومر اوف سليفري جلاند؟ اشهرها اليومورفيك ادينوما في البناين، ولكن الماينور سليفري جلاند نسبه الادينويد سيستيك كارسينوما اعلى من نسبه الليمورفيك ادينوما، وبالتالي انت ما تقدرش تحلف ان ده الليمورفيك ادينوما. انت متوقع ان ده غالبا تيومر اوف ذا ماينور سليفري جلاند. وايه حكايه الماينور سليفري جلاند؟ هي قصه ان احنا عندنا سب لينجوال سليفري جلاند وعندنا سب مانديبولار سليفري جلاند، وفي شويه سليفري جلاند سكاترد ما لهمش مكان معين، متنطورين كده اهو زي الليمفويد تيشو، اسمهم ماينور سليفري جلاند. لو حصل فيهم تيومر نسبة الكانسر فيهم اعلى من نسبة المالجنت، فبالتالي ممكن تكون ليومورفيك ادينوما، ولكن انا خايف من ليومورفيك كارسينوما. عشان كده اللي تتوقع لما نيجي نتكلم عن مالجنت تيومر شيء اهي ادينويد سيستيك كارسينوما. مهمة جدا الادينويد سيستيك كارسينوما كواحدة من الديفرنشال دايجنوزس بتاع المالجنانسي بتاع الاوروفاركس، تيجي نتيجة ماينور سليفر جلاند تيومر في البلت، وتيجي في الاولد ايج. مشكلة التيومر الخرا ده اللي احنا هنقوله بالمرة، ان هو اولا بيجي في الاولد ايج، عين كبير في السن ومرض غلس قوي، لا عمليته صعبه جدا، المورم بينتشر انتشار رهيب، حاجه اسمها برينيورال سبريد مش عليك يعني، وبيمشي مع النيرف سبلاي. فتيجي تعمل له عمليه صعبه ديفيكالت، وللاسف حله الوحيد عمليه، حله الوحيد عمليه بيبقى راديو ريزيستنس. الادمنت سيستم كارسينوما راديو ريزيستنس، فحل الوحيد عمليه وعمليته صعبه، هتشيل له ايه ولا ايه؟ هتشيل له البلت، وهيفضل كان مشي مع البلت ودخل لحد ده. ساعات بيبقى تلاقي الورم كده اهو طالع منه اكستنشن، دخل عدى من الفورمان روتاندا مطرح من المجزيلاري نيرف، عدى ومشي مع المجزيلاري نيرف دخل جوه في المخ. هتعمل معاه ايه بقى ده؟ يعني في الادونيسيست الكارسينوما ده غتيت، ورم غتيت، ربنا يعافينا يا رب. ماشي تمام. اتبقى عندك ايه المجموعه دي؟ المجموعه دي هقسمها ببساطه لمجموعتين، مجموعه اولانيه من الكانسر تشبه الكانسر اللي احنا متعودين عليه. احنا قلنا كانسر في الهيد اند نيك سكويمس سيل كارسينوما، كانسر لارنكس ايه؟ سكويمس سيل كارسينوما.
كانسر في ايه؟ اي حاجه عندك في الهيد اند نيك، سكويما سيل كارسينوما. كانسر في ليه؟ ايه؟ سكويما سيل كارسينوما. يمكن لحد ما الاكستنشن هم في النيزو فارنجال كارسينوما، ما بتبقاش سكويما سيل كارسينوما الكومن، ولا زلنا مع الاورو فاركس النيزو فارنجال، لا زال برضه السكويما سيل كارسينوما از نوت ذا كومنست. سكويما سيل كارسينوما ما هياش الكومنست، لا في النيزو فاركس اكيد ولا في الاورو فاركس. في الاورو فاركس 70% سكويما سيل كارسينوما، اسف هي مش اسف، يبقى في النيزو فارنجال كارسينوما السكويما سيل كارسينوما نسبتها اقل من 50%، هنا نسبتها يا دوبك 70%، يا دوبك 70%. تنزل بقى تحت في الهايبو فاركس وفي اللاركس هي اونلي سكويما سيل كارسينوما تقريبا، تكاد تكون اونلي سكويما سيل كارسينوما. فلما فوق في النيزو فاركس ما بتبقاش سكويما سيل كارسينوما، تنزل في النص تبقى سكويما سيل كارسينوما، تحت خالص في اللاركس والهايبو فاركس از اونلي سكويما سيل كارسينوما. امال النيزو فاركس في ايه؟ النيزو فاركس في ليمفوما وفي ليمف اوبيثيليوما، صح؟ ارجع للنيزو فارنجال كارسينوما، كان في حاجه اسمها ليمف اوبيثيليوما هي اشهر حاجه، وفي ليمفوما، صح؟ مش كده؟ فالليمفوما والليمف اوبيثيليوما بنلاقيهم في النيزو فاركس وبنلاقيهم في الاورو فاركس، ماشي؟ تمام. الليمفوما النون هوجيك الليمفوما اوف ذا تونسل وان اوف ذا كومن سايت اوف نون هوجيك الليمفوما، ماشي؟ انها هتيجي في التونسل وتيجي في تونسلايه واحده، تونسل واحده الوزك واحده تلاقيها كبيره كده وفيها نون هوجيك ليمفوما. هي دي التكه الثانيه، انك لازم تعرف ان الليمفوما ممكن تيجي في التونسلز وتخلي اللوزه واحده بس كبيره، وده واحده من الانديكيشن اوف يونيلاترال تونسيلكتومي. طب احنا بنشيل اللوزه هل علشان نخلص من الورم ونشيل الورم ونخلص؟ لا، احنا بنشيلها عينه علشان ندي العين كيمو ثيرابي، العين ده بيخف بالكيمو ثيرابي. تونسل از ريموفد فور هيستوباثولوجي، مش عشان نعالج العيان. انت عارف لو الهيستوباثولوجي انا بقى بشيل التونسلز كعينه، وفي نفس الوقت بشيل بلك من الورم، اكبر كتله من الورم هي التونسل، شيلها ماشي. لكن على فكره انت كده ما خلصتش من الورم، الورم الليمفوما ما بتبقاش ليميتد لوان اورجان، في الغالب بتبقى منتشره ماشي. غالبا هتلاقي عيان ده عنده في نفس الوقت سيرفايكال ليمفادينوباسي وفيها لسه ليمفوما، هتلاقي عنده حاجات كثيره. فالليمفوما واحده من الديزيز اللي لازم ياخد عين، لازم العيان ياخد كيمو ثيرابي، ماشي؟ ان احنا شلنا التونسلز عشان الهيستوباثولوجي. الليمفو بوسيليوما في التونسلز مش كومن زيها زي الايه اسكوما زي النوزوفاركس. ولو تفتكر الليمفو بوسيليوما كان اونلي تريتمنت بتاعها راديو ثيرابي، شفت بقى؟ يبقى نركز مع بعضينا كده، الدنيا صعبه شويه. الليمفوما علاجها كيمو، الليمفو بوسيليوما علاجها راديو، الادينويد سيست كارسينوما علاجها سيرجري، الاسكوما سيل كارسينوما زي ما احنا متعودين، عاوز تعالجها باي حاجه عالجها باي حاجه، اديله عمليه، ما عرفتش ادي عمليه اديله راديو وشويه كيمو، ماشي؟ ففي راديو وفي كيمو ماشي، بس هو العمليه افضل. فالسكيومو سيل كارسينوما العمليه افضل. هتشيل ايه بقى في العمليه دي؟ افتكر الكلمه دي التكه الاخيره، عمليه اسمها كوماندوز اوبريشن. دايما الاورو فارنجال كانسر لما بيكتشف هو حجمه فوق ال 2 سم، فوق ال 2 سم يبقى هو دخلنا في تي 2 ماشي، ولو هو عدى ال 4 سم او بقى فيكسد بقى تي 3 ماشي، ولو هو فيكسد للفيتال ساكشر بقى تي 4، ففي الغالب بيكتشف في تي 3 او في تي 4. انما لو هو تي 1 سنتي هتشيله بالليزر، لو هو تي 1 ليزر. لو تي 2 او تي 3 طبعا في خلاف في تي 2 كالعاده، بس تي 3 رسمي لو هو 4 سنتي فما فوق خلصت، خلصت مع 4 سنتي هحط عليهم سيفت مارجن كمان 2 سنتي ولا 3 سنتي. طب انا هشيل ايه بقى ان شاء الله؟ تمام. لما يعني واحد طالع له كانسر في لسانه، ربنا يعافينا يا رب، حجمه 4 سنتي هحط عليهم سيفت مارجن بقى 7 سنتي، يعني هشيل دايره قطرها 7 سنتي. ماشي. طيب الدايره دي تتوقع هتوصل لفين؟ ده هتوصل مش بس اللسان كله هيتشال او نص اللسان هيتشال، ده نص اللسان هيتشال والماندبل هيتشال ماشي، والرقبه هنعمل نيك ديسكشن هيتشال. فيبقى انت دي اسمها كوماندوز اوبريشن. عباره عن ايه كوماندوز اوبريشن؟ اختصار ايه لكومبايند ماندبلكتومي اند اورو فارنجال ديسكشن، ماشي؟ ماندبلكتومي اند نيك ديسكشن اند اورو فارنجال ديسكشن. يعني هنشيل الماندبل، حته من الماندبل، وهنشيل حته من هنشيل، هنعمل نيك دايسكشن، هنشيل كل نيك دايسكشن، وهنشيل اجزاء كتيره من الاورو فاركس اند اورو فارنجيال ديسكشن. يعني هنشيل حته من المندبل، وهنشيل حته من الاورو فاركس او البوستيرو، وش يشمل البوستيرو سيرد وذا تانج هيتشال، وهنشيل حته من الايه، وهنشيل كل الليمف نود فوق الليفل بتاع الهايود بون، حاجه اسمها نيك دايسكشن. نيك ديسكشن يعني هنشيل كل السوفت تيشو الموجوده في النيك باستثناء الفيتال ستراكشر، دي اسمها نيك ديسكشن، هنقولها بالتفاصيل في اللارنجال كانسر، اسمها كوماندوز اوبريشن، لانها عمليه صعبه بس اسمها كوماندوز. وهي طبعا اختصار كومبايند ماندبلكتومي نيك ديسكشن اند اور فارنجال ديسكشن برضه. تمام. ممكن تعمل ليزر سيرجري لو هي سمول تيومر، و بوست اوبرتيف راديو كيموثيرابي از بيتر عشان افويد ريكانس. يبقى ببساطه كده
الاورو فارنجال نيوبلازم بناين، افتكر البابلوما اللي متعلقه مسافه في الحل، وافتكر ان انت لو شفت سويلنج تحت الميكوزا ممكن يطلع اليومورفيك ادينوما، بس انت بتخاف منين؟ من الكانسر في الماينور سالفري جلاند، فافتكر الادونوسيستيك كارسينوما. اركن الادونوسيستيك كارسينوما على جنب، عرفناها خلاص اللي بتطلع من الماينور سالفري جلاند، وقلنا قصتها ان عملياتها صعبه جدا وملهاش حل غير عمليه. اتبقى عندك القصه اللي احنا قلناها، النيزوفارينجال ديزيز كان اشهر حاجه لينفو ابيسيليوما، لينفو ابيسيليوما. الهايبوفارينجال ديزيز اشهر حاجه ابيسيليوما، يعني حاجه مش ابيسيليوما، حاجه طالعه من الابيسيليا، يبقى سكوما سيل كارسينوما، يبقى فوق لينفو ابيسيليوما، تحت سكوما سيل كارسينوما. الاوروفاركس از لينفوما، افتكر الليمفوما في التونسلز مهمه، ماشي، وبنشيل التونسلز فور يونيلاترال تونسيليكتومي از ا هيستوباثولوجي، وفي نفس الوقت عشان اشيل اكبر حته طالعه فيها تيوم. ده بالنسبه للاوروفارينجال نيبلازم، وقفنا على الهايبوفاركس من اول التسجيل الجاي هنقول الهايبوفاركس، تمام، وبالتوفيق ان شاء الله.